إلى الباشمهندس عثمان مرغني من أخيرة التيار. حديث المدينة أتت اليوم بعنوان النداء الأخير، البرلمان يستهل مرغني زاويته بالقول. هل تذكرون حكاية المؤتمر الاقتصادي الذي اتفقت عليه الحرية والتغيير مع الحكومة لوضع تصور نظام اقتصادي جديد وتعديل الموازنة للعام 2020، وحدد لهذا المؤتمر شهر مارس. الآن تبقى للشهر المحدد أقل من أسبوع، فأين المؤتمر؟ يمضي عثمان مرغني يقول: أتوقع أن تكون الإجابة أن المؤتمر سيكون في أواخر مارس، وبالتالي فلا تزال هناك فسحة شهر كامل. وهنا ينشأ سؤال أكثر إلحاحا: المؤتمر حدد ميقاته قبل بداية العام، يعني مضى منذ من ذياك التاريخ حوالي شهرين، فإذا ما تبقى من الوقت الآن لا يكفي لإقامة مؤتمر جاد ومنتج، فلماذا أضعنا الشهرين الماضيين؟ ألم يكن مناسباً أن يكون في نهاية شهر يناير أو بداية فبراير؟ يواصل مرغني هذه الزاوية ويقول: ليس من جدوى لمؤتمر هو نفسه أزمة، والأجدر أن نحسب الوقت ونبحث عن حلول جادة وحاسمة، فالأزمة الاقتصادية أضحت الآن أكبر مهدد للثورة أكثر من النظام المخلوع نفسه. يستمر أيضاً مرغني فيقول: بمجرد تكوين المجلس العسكري تصبح الوثيقة الدستورية نفسها في كنف البرلمان، إن شاء عدلها أو محاها من الوجود، والأخير هو الأفضل، فيعلن أو يعلن البرلمان العودة إلى دستور 2005 وتبدأ مرحلة جديدة من عمر الدولة السودانية الحديثة. يختتم عثمان زاويته بالقول: لا حاجة إلى مجلس سيادة يجعل للدولة 11 رأساً، الأولى رئيس الجمهورية واحد، الأولى رئيس الجمهورية واحد يمثل رمزية الدولة مع مؤسسات حقيقية تدير الدولة كلها بروح المؤسسية. تقرير لجنة أديب: سانحة لن تتكرر لإبرام صفقة تسمح بإعادة هيكلتها.